السينمائية كذلك حافظت على التوجه العام للمهرجان بعدد الأشرطة التلفزية المختارة اللي هو أقل من الدورات الماضية، لكن لم نتدخل. وقبلنا قانون اللعبة وطبقنا مبدأ الحياد ومنطقة الاختيار دون التدخل في مشمولات اللجنة، وهذا يتم في كل المهرجانات في العالم. وفي نفس السياق شكلنا لقسم تكميل لجنة تتركب من كهنة عطية وهي مختصة في التركيب، نزار السويسي وهو الشاب يمتهن التركيب، ولم يحريك وهي أستاذة جامعية لمشاهدة الأفلام غير المكتملة. وقد أفرز عمل لجنة الاختيار وهيئة المهرجان مشاركة 22 فيلما من 48 دولة من 4 قارات، اخترناهم من حوالي 65 أو 75 فيلما، ودعونا لهذه الدورة تقريبا 350 مشاركة من تونس، أفريقيا، العالم العربي وباقي القارات. وسنحتكم إلى لجان لاختيار أفضل الأعمال، وهي لجنة تحكيم الشباب لأفضل شريط، الثاني من المعاهد من تونس الكبرى اللي اختاروهم وزارة التربية، عندكم الدوسية الأسماء الكل، ثم لجنة التحكيم الاتحاد العام التونسي للشغل فيه مدام فريدة مرزوق، سي حاتم الميلاد، سي فوزي ثابت. فما لجنة تحكيم الجامعة الدولية للصحافة السينمائية، إبا جاي جاستان من السويد، فريدريك موسى من فرنسا، وأحمد بوحران من تونس. ولجنة تحكيم المسابقة الوطنية، سي عبد الكريم بهلول من الجزائر، صبا مبارك من الأردن، وليس خروبي من فرنسا، غالية لاكوا من تونس، رائد أندوني من فلسطين، ريما مسمار من لبنان، جاك فيسكي من فرنسا، ونوتن أدواكا من نيجيريا. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، بيير أبي سعد من لبنان، رضا بن جلول من المغرب، رجاء عماري من تونس، خديجة السلمي من اليمن، وويليام باي من السنغال. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، الكوميتي أوفيسيال، سلمى بكار من تونس، ريما تشيش من لبنان، موسى توغي من السنغال، منى شلبي من مصر، نادير مقناش من الجزائر، روناتو بيرتا من سويسرا، وداني جلوبر من أمريكا. إلا أن هذا المجهود لا يمكن أن يخفي صعوبات عدة واجهناها. أولا توقيت المهرجان اللي يتزامن مع عديد المهرجانات العربية والأجنبية، أما الآن مهرجان مصر، مهرجان القاهرة، مهرجان أبو ظبي، مهرجان دبي، مهرجان مراكش، كل فرد توقيت نفس التوقيت. كذلك موعد الانتخابات اللي غيرنا، حيث معناها كان المهرجان كان من 1 إلى 8 نوفمبر. ثانيا على مستوى تهيئة وإصلاحات قاعات السينما. مسارات مخرجين مهمين في تاريخ السينما الافريقيه والعربيه، لكن حيث اخترنا التمشي هذا وفاء للقيم التي انشئت من اجلها المهرجان. التشكيل هذا يتجسم على مستوى المسابقات، مسابقه الافلام التسجيليه والافلام الوثائقيه، الافلام التسجيليه والروائيه عندنا تقريبا 60% من الافلام هي اشرطه اولى وثانيه لمخرجين شباب. التشبيب هذا يتمثل في بعث قسم سميناه الترشيحات لأفلام لا يمكن تصنيفها لا في الروائي ولا في التسجيلي لمخرجين شبان، هي 6 أفلام، أفلام أولى لمخرجين عرب وأفارقة اختاروا التموقع في هوامش السينما والإخراج والإبداع بكل حرية في حل من كل القيود خاصة المادية والجمالية. يعني هي أفلام مجددة على مستوى الإخراج وعلى مستوى الخيال، وتساعد السينما من الهوامش، ويظهر لي
ظاهرة مهمة مستوى السينما العربي والأفريقي هي الحركية اللي تعرفها نواجه السينما يعني يمكن ما يسمى بالسينما المؤسسة أو السينما التبلي يعني هي في أزمة نوعا ما أما ما سينما الهواش يعني السينما يقع إخراجها بميزانيات ضعيفة جدا ولدت ليش فلوس ككل تغيرت شوية السينما في العالم وفي العالم العربي الافريقي خصوصا لاحظنا انه فما برشا مخرجين برشا مخرجين ومخرجات يعني تحت لهم الفرصه انهم يصوروا لانه معناتها ولاو الكاميرات موجوده والامكانيات التصوير موجوده المشكل قعد في البوست برودكسيون المونتاج والمكساج والعمليات البوست برودكسيون الكل والتوزيع فذكرنا انه نعمل برشا تكميل اللي هو تكميل اد على فينيسيون فما 41 فيلم تسجلوا على الانترنت ووصلونا منهم 39 نسخه 39 فيلم بين افلام فارقه وعربيه وتوانسه فيهم دونك 12 فيلم تونسي 11 وصلوا لنا 12 لقيتوا و11 وصلوا لنا يعني اللي دي في دي نجمنا نشوفوهم وهما يعني نسخ عمل كان الشرط نتاعنا انهم يكونوا مينيموم 40 دقيقة الطول نتاعهم و 27 فيلم افريقي البرنامج الرسمي لايام قطر السينمائية في 6 جهات مختلفة في العاصمة اللي هي جندوبة منزل بورقيبة دروان تانا قفصة ومدنين هذه مبادرة بدأت بطلب من منظمين محليين اللي هما مركبات ثقافية جمعيات وإلا نوادي سينما ولقات دعم من لجان ثقافية محلية معناتها كليات جهوية وفما شوية دعم زاد من عند اليونيسيف على خاطر عندنا أفلام Pour remercier vraiment les JCC de nous avoir associés en tant que partenaires, pour nous c'est très important parce que si le JCC fête sa 25e édition, la communauté internationale et l'UNICEF l'appuient, fête les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un anniversaire très important pour l'ensemble du monde pour essayer de consacrer un petit peu les droits de l'enfant. Je crois que les JCC nous offrent une opportunité importante à pouvoir vulgariser les droits de l'enfant. Alors, ils seront projetés à cette occasion un spot qui a été fait avec des artistes de la région, Saber Rebaï, et d'autres artistes qui seront, je crois, même présents lors de ces journées. Et quelques documentaires également qui seront présents. La deuxième raison, c'est que ça donnera également l'occasion, puisque ça vient d'être cité, c'est un point fort de cette édition, de pouvoir faire des projections dans tout le pays. Et donc ça donnera l'occasion à des enfants, j'espère, et on veillera à soutenir à ce que des enfants qui peut-être pour la première fois de leur vie auront à assister à une projection de film. Et vous savez tous, et vous avez en souvenir tous, la première fois que vous avez vu un film, comme cela peut changer la vie pour un enfant.